عندما سئل أينشتاين ما هو شعورك بأن تكون أذكى رجل في العالم؟ أجاب بكل هدوء: اسألوا نيكولا تيسلا العالم الذي مات مفلسا، ولكن ليس هناك شك في أن التاريخ قد كافأه بعد وفاته بالأوسمة والتقدير الذي يستحقه. أكبر مساهمة لتيسلا في العالم كانت ابتكاره تكنولوجيا التيار المتناوب التي سمحت بنقل الطاقة الكهربائية لمسافات طويلة وطويلة جدا، وكذلك اختراعه المحرك الحسي والذي يشتغل بالتيار المتردد. وحاول إديسون يائسا إقناع العالم بأن التيار المتردد عالي الخطورة، لدرجة أنه قام بسحق كهربائية لمجرم مدان بواسطة التيار المتردد ليظهر للناس مدى خطورته، ولكن التيار المتردد انتصر في النهاية. عزيزي المشاهد، كيف حالك؟ أتمنى أن تكون في صحة جيدة. فإذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهاتنا، أود أن أعرفك بمحتوى القناة كالعادة، فهو ببساطة محتوى علمي، نبحث ونكتب ونلخص ونبسط لك المواضيع العلمية. ولكي لا أطيل عن، لنبدأ. ففي سنة 1886 بدأ الصراع بين التيار المتردد والتيار المستمر. التيار المتردد هو لتيسلا والتيار المستمر هو لإديسون. ولكن ماذا يقول العلم بشأن هذين التقنيتين؟ ومن أجل شرح ذلك سأشرح كيف تعمل الكهرباء بشكل عام باستخدام بعض التشبيهات البسيطة لتفهمها جيدا عزيزي المشاهد. فقبل أن ندخل في الشرح، دعنا نعطي تعريفا بسيطا عن نيكولا تيسلا. ولد بكرواتيا وأراد والده أن يكون كاهنا، ولكن في سن المراهقة كان نيكولا تيسلا مفتونا بالرياضيات والفيزياء، وبدلا من ذلك أصبح مهندسا. وفي سن 29 بالضبط في سنة 1884 وصل تيسلا إلى مدينة نيويورك الأمريكية، وهو لا يملك في حقيبته سوى ملابسه ورسالة طلب عمل إلى إديسون الذي كان يملك في ذلك الوقت عدة مشاريع في مجال تزويد الكهرباء بالتيار المستمر في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. واستمر تيسلا لمدة عام تقريبا في هذه الوظيفة لأن أفكاره حول التكنولوجيا كانت تتعارض مع إديسون. فهنا دعنا نطرح سؤالا مهما عزيزي المشاهد: ما هو التيار المتردد وما هو التيار المستمر؟ ولماذا يتفوق أحدهما عن الآخر؟ ولفهم هذا عليك أن تفهم بعض أساسيات الكهرباء أولا. إذن ما هي الكهرباء؟ فجميع المواد مصنوعة من الذرات، وكما قلنا في الحلقات السابقة تحتوي الذرات على نواة موجبة الشحنة، وإلكترونات سالبة الشحنة تحيط بالنواة، وترتبط هذه الإلكترونات بالنواة بسبب جاذبيتها الكهرومغناطيسية للنواة ذات الشحنة المعاكسة. لكن الإلكترونات الموجبة في الغلاف الخارجي للذرة، بالضبط في غلاف التكافؤ، يمكن أن تصبح حرة أحيانا بسبب قوة خارجية. تسمى هذه الإلكترونات التي تخرج من غلاف التكافؤ بالإلكترونات الحرة، ويمكنهم الانتقال من ذرة إلى أخرى، وهذا ما يمكن أن يسبب حركة الشحنة. وهذا التدفق من الشحنة الكهربائية هو كل ما تدور حوله الكهرباء، فهذه هي الطريقة التي تنتقل بها الكهرباء. ولكن عزيزي المشاهد، هناك بعض المواد تقوم بتوصيل الكهرباء وأخرى عازلة. على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى النحاس ستلاحظ أن لديه إلكترونا واحدا في غلافه الخارجي، وبهذا يمكنه بسهولة أن يصبح إلكترونا حرة، فهذا هو السبب في أن النحاس مصير رائع. وإذا أجبرنا هذا الإلكترون على التحرك فإننا نخلق الكهرباء. وبخلاصة عزيزي المشاهد، التيار الكهربائي هو تدفق الإلكترونات الحرة من ذرة إلى أخرى. ففي هذه النقطة بالضبط عزيزي المشاهد بدأنا نفهم ما هو الكهرباء. ولتفهمه أكثر يجب أن تفهم ثلاث مفاهيم ضرورية، وهي الجهد والمقاومة والتيار. الثلاثة متصلون ببعضهم البعض، والعلاقة بين هذه الخصائص موصوفة في قانون الأوم الذي سمي على اسم الفيزياء الألماني جورج أوم، وهي الجهد يساوي التيار في المقاومة. فليس من السهل تصورها لأنك لا تستطيع رؤيتها، لذلك سوف نستخدم تشبيه الكهرباء بالماء. لذا فكر في خزان مياه بخرطوم متصل بالقاع، التيار مقاس بالأمبير ومعدل تدفق الشحنات، إنه مشابه لمعدل تدفق الماء في نهاية الخرطوم، ويقاس الجهد بالفولت وهو القوة المطلوبة لتدفق التيار، إنه مشابه لضغط الماء في الخرطوم. والمقاومة هي ميل المادة لمقاومة تدفق الشحنة في المقاومة على أنها قطر الخرطوم، فكلما كان الخرطوم أصغر زادت المقاومة. لذا إذا كان لديك خزان بنفس كمية الماء لكن أحدهما لديه خرطوم أصغر من الآخر أو مقاومة أعلى، فسيكون لديه تدفق أقل مع نفس الضغط. وبالمثل فإن الدائرة ذات المقاومة العالية بجهد ثابت سيكون لديها تيار أقل،
ولكن إذا كان تدفق المياه من الخزان ثابتا ولكن القطر أصغر سيزداد الضغط، وبالمثل إذا كان التيار ثابتا في الدائرة فإن المقاومة الأعلى ستؤدي إلى جهد أعلى. فهنا ستسأل عزيزي المشاهد كيف يرتبط هذا التشبيه المتعلق بالمياه بالتيار المتردد والتيار المباشر؟ فالتيار المستمر يشبه التدفق الطبيعي للمياه في الخرطوم والذي يتدفق فيه الماء في اتجاه واحد بمعدل ثابت بمرور الوقت. أما التيار المتناوب يشبه تدفق المياه ذهابا وإيابا داخل الخرطوم 50 أو 60 مرة في الثانية، وهذا ما يسمى بالتردد، ويتم تحديده إما 50 هرتز أو 60 هرتز حسب البلد. والآن عزيزي المشاهد بدأنا نفهم ما هي الكهرباء بالضبط والمقاومة والجهد والتيار وحتى التردد. المهم لنكمل، فهذا هو المكان بالضبط عزيزي المشاهد الذي لا يكون فيه التشبيه بالمياه دقيقا، لأن الماء لا يتدفق ذهابا وإيابا في الخرطوم، لكن التيار المتردد يفعل. فالتيار المتردد يتم إنشاؤه بسهولة بواسطة المولدات الكهربائية الصناعية، وهو الآن المعيار العالمي لنقل الكهرباء. وأيضا عزيزي المشاهد قد تسأل لماذا انتصرت هذه التكنولوجيا على توماس إديسون على الرغم من أنه أحد أشهر وأقوى الرجال في القرن 19 وبذل قصارى جهده للتقليل من شأنها؟ فالجواب يتعلق بالكفاءة وتوصيل الطاقة. فالطاقة مثل حجم أو كمية الماء الخارجة من الخرطوم، والصيغة الرياضية للقوة تساوي التيار مضروبة في الجهد، وكلما زاد التيار زاد الجهد في خطوط النقل وزادت الطاقة المتوفرة ليتم توصيلها. فباستخدام الصيغة P تساوي FV يمكن أن ترى أن نفس القدر من الطاقة يمكن أن ينتقل إما بالتيار العالي والجهد المنخفض أو التيار المنخفض والجهد العالي، ولكن أحدهما أفضل من الآخر. فكما ترى فإن كابلات الطاقة المستخدمة لنقل الكهرباء لديها قدر معين من المقاومة لكل متر من المسافة، فكلما زاد طول هذا الكابل زادت المقاومة الموجودة في خط الطاقة، وفي أي وقت يمر فيه التيار عبر المقاومة فإنه يولد حرارة وفقا لمعادلة جول للحرارة الكهربائية، حيث تساوي الحرارة تربيع التيار مضروب في المقاومة، والحرارة هي طاقة مهدرة لأنها تحرم الشبكة من الطاقة المفيدة التي لا يتم توصيلها للمنازل والشركات ولكنها تضيع في الهواء، ولذلك من الضروري تقليل هذه الحرارة، وإلا فإن الكثير من الطاقة التي تريد توصيلها ستضيع. فكيف سنتجنب ذلك عزيزي المشاهد؟ فقد تابع معي. فبما أن A تساوي P على V من معادلة القوة لدينا، وإذا استبدلنا ذلك مرة أخرى في معادلة الحرارة نرى أن الحرارة تساوي تربيع القوة في المقاومة مقسومة على تربيع الجهد. ويمكن أن ترى الآن أن من أجل تقليل الحرارة نريد تعظيم الجهد V لتقديم نفس المقدار من الطاقة، لأنه لأي قوة ومقاومة معينة كلما زاد الجهد الذي يمكن إنشاؤه في الذرة انخفضت الحرارة المهدرة التي سنواجهها أثناء نقل الكهرباء. فهذا هو السبب في أن شبكات الطاقة الكهربائية الحديثة تنقل الكهرباء لمئات الكيلومترات بمئات الآلاف من الفولتات. ولكن عزيزي المشاهد قد تسألني مرة أخرى، أنا في المنزل تصلني فقط 220 أو حتى 380 فولت، لا يصلني هذا المقدار الهائل من الطاقة. سأجيبك عزيزي المشاهد، فقد تابع معي، الجهد لا يمكن أن يكون بهذا الارتقاء الهائل عندما يصل إلى منزلك لأنه سيكون في غاية الخطورة ويمكن أن يزعقك بسهولة، لذا لابد من بعض الإجراءات قبل أن يصل إليك، ويتم ذلك عن طريق محول يقوم بتخفيض الجهد من مئات الآلاف من الفولتات إلى ما بين 220 أو حتى 380 فولت أو أقل من هذا، وهو الجهد المستعمل في معظم المنازل حول العالم. فهذا التصعيد والتنحي للجهد هو المكان الذي يضيء فيه التيار المتردد مقارنة بالتيار المباشر، ولا يمكن تحويل التيار المباشر من الجهد المنخفض إلى الجهد العالي بسهولة والعكس صحيح، ولكن من السهل جدا القيام بذلك مع التيار المتردد. وإليك السبب، فعندما يمر التيار المتردد عبر ملف فإنه ينتج تدفقا مغناطيسيا متغيرا باستمرار، ووفقا لمعادلة ماكسويل التي تقول أن تغيير الحقول الكهربائية تخلق مجالا مغناطيسيا، وإذا وضعنا حلقة من الحديد عبر الملف فيمكنه تركيز التدفق المغناطيسي المتغير داخل الحلقة. والآن إذا قمنا بلف ملف آخر حول الجانب الآخر من هذه الحلقة يمكننا توليد الكهرباء وتحفيز الجهد داخل الملف الجديد، لأنه مرة أخرى وفقا لمعادلة ماكسويل يخلق المجال المغناطيسي المتغير مجالا كهربائيا متداولا، يحدث أن الجهد الذي نخلقه في الملف الثاني يتناسب مع عدد الحلقات المنعطفات التي نضعها حول الحلقة الجديدة. وباستخدام هذه الطريقة يمكننا إنشاء جهد أعلى بكثير من الحلقة الثانية من الجهد الأصلي
اللي في الحلقة الأولى. فهذه هي الطريقة التي يعمل بها المحول تقريبا، وتستخدم هذه الطريقة لتكثيف الجهد للإرسال عبر مسافات شاسعة ولتقليل فقدان الطاقة عزيزي المشاهد. ويمكننا استخدام نفس الطريقة لتقليل الجهد إلى مستوى أكثر أمانا قبل توصيله إلى منزلك. فببساطة كما قلنا عن طريق إجراء عدد قليل من الدورات في محول التناحي، ولكن كما ترون تتطلب مثل هذه المحولات جهدا متغيرا بمرور الوقت لتعمل. ونظرا لأن التيار المباشر ثابت والتيار المتردد والتيار الوحيد المتغير بمرور الوقت، فإن محولات مثل هذه تعمل فقط مع التيار المتردد. وفي زمن إديسون وتسلا لم تكن هناك طريقة سهلة لتحويل الجهد في التيار المباشر، وهذا هو السبب الرئيسي وراء فوز مكيفات تسلا على شركة إديسون في بداية عصر نقل الكهرباء. فحقيقة تذكر أن القوة هي المتناوبة في معظم العالم الصناعي الحديث، مما جعل تسلا هو الفائز. ولكن عزيزي المشاهد، كما هو الحال دائما في معظم الحروب، هناك جانبان للقصة. فهل كان التيار المستمر دائما مفهوما خاسرا على المدى الطويل؟ فهذا ليس حقيقيا، والدليل هو الهاتف أو الكمبيوتر المحمول الذي تشاهدون منه الآن، فإن بطاريته تعمل بالتيار المستمر. فما كانت إديسون في التاريخ وكمخترع كهربائي آمن، ولكن من نواحي كثيرة ذهب تسلا إلى أبعد من ذلك في اختراعه جهاز التحكم عن بعد والمحرك الحثي والتيار المتردد والشعاع الأزرق والعديد من الاختراعات الأخرى، منها من ذكر ومنها لا. تحدث أيضا عن أشياء مجنونة مثل خلق شعاع الموت الذي يمكن أن يدمر آلاف الطائرات في نفس الوقت. فلم يعرف العلماء ما الذي يؤمنون به في وقته، وكانوا بطيئين في مدحه، فلم يحصل تسلا على الثناء الواجب إلا بعد وفاته. لكنني لا أعتقد أن أي شخص يجادل اليوم في أنه كان أحد أصحاب أكثر التفكير والديناميكيين الذين عاشوا على الإطلاق. والآن وصلنا إلى النهاية، فإذا كنت غير مشترك عزيزي المشاهد فماذا تنتظر؟ اشترك وفعل زر التنبيه ليصلك إشعار فور رفع أي حلقة. وإذا كان لديك أي تساؤل أو أي موضوع اتركه لنا في التعليق، فنحن نقرأ جميعها. مع السلامة.